السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، معكم المدرسة بثينة حوران، سأرافقكم خلال العام الدراسي في مادتي الفلسفة الحديثة والمعاصرة ومادة عن نفس النمو إن شاء الله. سنبدأ درسنا الأول بمحاضرة تمهيدية حول مادة الفلسفة وما تعنيه كلمة الفلسفة. هذه المحاضرة نسميها المدخل إلى الفلسفة. سأطرح عليكم أبناء الطلبة هذا السؤال: ماذا تعني الفلسفة؟ ربما هذه المرة الأولى التي تسألون أنفسكم عن معنى كلمة الفلسفة. أريد منكم إجابات ذاتية، ليست إجابات أخذتموها من الآخرين. لا يخف أحدكم إذا كانت إجابته خاطئة، فكل الإجابات مقبولة على أن تكون هذه الإجابات مضبوطة لغويا وأدبيا وأخلاقيا. فمثلا من المعيب أن يجيب أحدكم بمعنى الفلسفة بالقول بأنها كلام فارغ، والأفضل أن يقول بأنها كلام لا معنى له. على سبيل المثال، فالكلمات التي نستخدمها في التعبير عن آرائنا هي دلالة على مستوانا المعرفي وغناه أو ضحالته، دلالة أيضا على آدابنا، دلالة على أخلاقنا. لذلك لنكن راقين ومثقفين في التعبير عن آرائنا وفي انتقاء كلمات تعبر عن أفكارنا. ففي محاضرتنا التمهيدية التي أسلفت وذكرت بأن عنوانها المدخل إلى الفلسفة وما تعنيه كلمة الفلسفة، فأقول لكم أعزائي الطلبة بأن الفلسفة هي تعبير عن رأي شخصي، هي فكر حر، ولكل منا فكره وحريته في التعبير عن رأيه في أي مجال من المجالات من مجالات التفكير. وأيضا الفلسفة هي نقد، هذا النقد هو نقد حر وبناء وليس هدام، أي غايته تعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات وتصحيحها. لننتقد أبنائي أولا أنفسنا ونعزز إيجابياتنا ونتجاوز ونصحح سلبياتنا، ثم ننطلق للعالم الخارجي والناس ولنبني ونصحح على كافة المسارات. أيضا أبناء الطلبة، الفلسفة هي أم العلوم، فهي المنهل والمنبع الذي خرجت منه كافة العلوم على اختلافها من طب، رياضيات، فلك، جغرافيا، صيدلة، وأنتم تعلمون ذلك. أيضا أبناء الطلبة، الفلسفة هي أول مظاهر المعرفة. يتساءل أحدكم كيف يمكن أن تكون أول مظاهر المعرفة؟ تتجلى بأنها تطرح سؤال كيف ولماذا، فما أن يتفتح ذهن الإنسان منذ نعومة أظافره يبدأ بالتساؤل عن كل ما يحيط به، كيف ولماذا والسؤال تلو الآخر. وتحاول الفلسفة أيضا أن تسعى لوضع إجابات لهذه الأسئلة، هذه الإجابات مبنية على العقل، التأمل والتفكير والتدبر. وفي التاريخ أمثلة كثيرة وحافلة عن هذه
الإجابات. فلدينا مثلا ابن سينا في الطب تساءل عن الأمراض، تساءل عن طريقة علاجها، وحاول وضع إجابات لهذه الأسئلة. أيضا الفلسفة أبناء الطلبة منها نبع الفكر الديني، الفكر الديني ذاته نبع من الفلسفة. وخير مثال على ذلك مثال ورد في القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم كيف وجد قومه على عبادة الأصنام، وكيف نبذ عبادة هذه الأصنام من خلال التساؤل، كيف توصل إلى وحدانية الله من خلال إعمال العقل، التفكر، التأمل، التدبر. فوصل إلى وحدانية الله من خلال العقل لا من خلال الوحي. وأيضا أبناء الطلبة نصل أخيرا إلى أن الفلسفة هي الحكمة، وحتى ديننا الإسلامي حض على الحكمة، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه مقدمة بسيطة أبناء الطلبة عن الفلسفة وما تعنيه كلمة الفلسفة. في منهاجنا الذي سوف ندرسه خلال هذا العام الدراسي عام 2014 و2015 كتاب الفلسفة الحديثة والمعاصرة من تأليف الدكتور جمعة أحمد جلول والأستاذ دكتور فتحي بشير المسلاتي. سنعرض بشكل موجز ما تحويه هذه المادة. فالفصل الأول يتناول نشأة وتطور الفكر الفلسفي الحديث، وأيضا عوامل قيام الفلسفة الحديثة. أما الفصل الثاني فيتناول نشأة وتطور المذهب التجريبي، خصائص هذا المذهب التجريبي وشخصيات المذهب التجريبي، وسنتحدث عن أهم شخصيات هذا المذهب وعن فلسفتهم ونظرياتهم في المذهب التجريبي. أولا نتحدث عن فرانسيس بيكون، ومن ثم نتحدث عن ديفيد هيوم. أما في الفصل الرابع أعزائي الطلبة سنتحدث عن المذهب العقلي من حيث نشأته، خصائص هذا المذهب وشخصيات المذهب العقلي، وسنتحدث عن أهم وأبرز شخصيات المذهب العقلي بداية مع ريني ديكارت، ومن ثم ثانيا مع جوتفريد لايبتز. أما في الفصل الخامس أبناء الطلبة سنتحدث عن المثالية الألمانية والمثالية الترانسندنتالية عند كانت، والمثالية الذاتية عند فيشته، وأيضا المثالية المتعالية عند كانت، المثالية الموضوعية عند شلينج، والمثالية الموضوعية عند هيجل. ونتحدث تفصيلا عن هيجل، حياته، المذهب الجدلي عند هيجل، النسق الفلسفي الهيجلي، وأخيرا نتحدث عن كانت، حياته،
فلسفته، نظريته في المعرفة. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من مادة الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وهو الفلسفة الحديثة. من ثم لاحقا بعد أن ننهي هذا القسم نتحدث عن الفلسفة المعاصرة.